الناس اللي عندهم سكري يعيدوا على كبش جميل، ولكن يكون كبش فايت سنة، يكون فايت العام يكون احسن. يكون فايت العام علاش؟ لان ملي كيكون الكبش فايت العام كتكون اللحوم ديالو اكثر من الشحوم. ملي كيكون الخروف باقي صغير، نعم ملي كيكون باقي صغير كيكون الشحم اكثر من الاله. غير شرط ان هاد الناس هادو اللي عندهم السكري يعيدوا على على الكبش وليس التيس. بعد التيس ما غاديش تذبح في شهر اكتوبر وشهر 10 و11، ما كاينش التيس، ما غاديش يكون سمين، ويعني العمز كيتكال غير في شهر 7. فغادي نعيدوا على كبش جيد املح كما يعني ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط ما ياكلوش هذا اللي كنسميوه في المغرب بولفاف. يعني معنى هذا بولفاف يعني معناه هذه الكبد اللي كيلفوا عليه الشحمه، ما ياكلوش القضبان اللي فيهم هذا بولفاف، وما ياكلوش المشوي، ما يشويوش اللحم وما يزيدوش الملحه نهار، يعني نهار العيد ما يكتروش الملحه مع هذا. ممكن ياكلوا طرف ديال القلب ولا الكبد مشوي بدون شحم، ليس هناك اي مشكل، غير ما يكتروش يعني جوج القضبان ثلاثه لا يمكن. ثم ممكن يبخروا اللحم، هذا اللحم ديال العيد للناس اللي عندهم سكري يبخروه، يتبخر. لماذا؟ لان هذا التبخار ديال 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 اللحم كيزول واحد الكميه كبيره ديال الشحم كتمشي مع الماء، ثم كيبقى طروف هذا اللحم يعزلوا، بعد طروف هذا اللحم حمرين يقطعوهم ثم يفورهم. اللي بغى يعمل القضبان غادي يسلق اللحم، غادي يديرو في الماء مغلي تتزول منه هذيك الشحمه، ثم يعملها فوق، ما يعمل الشحم معاه، ما يعملها فوق النار. ممكن ياكل هذا القضبان بدون اي مشكل.